جديد في تدار لي بان الايقاع ديال المهرجان الان وجدناه ومنذ 2009 الاختيارات اللي كان دارها المهرجان تبين بانها صائبه وان تركزوا على التعدديه ديال الانتاجات في القاره الافريقيه وتركزوا كذلك على القيمه المضافه اللي تديرها واحد اللجنه ديال التحكيم اللي تتكون عندها شرعيه وتتكون في المستوى. هاد السنه هادي تدار لي الجديد هو ان درنا واحد التكريم لواحد الدوله افريقيه اللي هي الكوت ديفوار نظرا للمجهود الجبار اللي بدات تستخدم فيه هذه سنتين واللي الان تاخذ القرار بان غتكون واحد الصندوق ديال الدعم ديال الانتاج السينمائي في الكوت ديفوار. وهذا الاختيار حنا تندافعوا عليه وتنعطيوه المسانده المطلقه ديالنا لانه هو الاختيار الوحيد اللي تسمح لواحد الدوله افريقيه انها تنتقل من واحد الكميه ديال الانتاج الى كميه اللي اكثر اهميه واذا اكثر امكانيه بانها تطور الى كيف. فاذا هاد الدوله هذه هاد السنه هذه قررنا بان يكون تكريم لها. Thank you.